اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم هي واحد الميني بطبوط معمر بواحد الحشوه بارده، كتجي فريمون بنينه بنينه. ونشارك معكم حتى الطريقه ديال تحضير المايونيز بلابيض كيوجد في رمشه العين. يلا تمشيو معايا باش نوجدوهم انصامبل. غادي نحتاجو هنا 500 غرام ما بين طحين الفينو، هنا درت 300 غرام و 200 غرام ديال طحين الفورس مغربلين. عندي هنا 300 ولا 350 مليلتر ديال الماء يكون دافي، كيبقى على حسب الطحين واش كيشرب ولا ما كيشربش. انا تقريبا الطحين ديالي كيهز لي 300 مليلتر. نتوما غادي تبقاو تزيدوا القياس القياس حتى ناخذوا العجينه كيف تكون طريه. عندنا هنايا واحد المعلقه ديال سكر سنيده، 10 غرام ديال الخميره ديال العجينه، ولا 5 غرام حبيبات، وعندنا هنايا شويه ديال الملحه على حسب الذوق. دابا غادي نخلطوا هاد المخمرات، عجينه عاديه غادي نعجنوها غير هي تكون مدلوكه مزيان ونرجع لكم. غنزيدو الملحه وغادي نزيدو هاد الماء اللي بقى ليا. نتوما غادي تمشيو دقه دقه، انا حيت عارفه القياس ديال الطحين ديالي شحال كيشرب، دونك نتوما غتمشيو دقه دقه، تبقاو تزيدو الماء شويه بشويه وانتوما كتعركوا في العجانه ولا بيديكم. العجينه البنات ديال المخيمرات ها هي وجدات، كي كتشوفوا راها معروكه مزيان مزيان مزيان. دابا غادي نخليها تخمر واحد 10 دقائق وغادي ندوزو باش غادي نصوبوا لا مايونيز اللي ما غنديروش فيها البيض، اللي غادي نخلطوا بها الحشوه اللي غنعمروا بها هاد المخيمرات. غادي نحتاجو واحد كاس لارب العنبه ديال الحليب، كاس ديال الزيت روميه، واحد المعلقه بومبي ديال لاموطا، واحد كيريه الا بغيتي ديريها ديريها، ما بغيتيش ماشي مشكل، غير كتبقى غير زياده عندك الملحه والابزار. هادو هو القوام اللي غنحتاجو غنديرو هاد لا مايونيز، كتوجد ميم با في 2 سكوند. غادي نحتاجو الباتور. اول شيء غادي نديرو هو غنشدو الحليب نخويوه في هاد الباتور ونزيدو عليه لا موطارد، وغادي نديرو مليحه. بغيتي تزيدي تا الحامض زيدي ديري واحد النقيطه، انا حيت اكتفيت بالحموض ديالي كاينه في لا موطارد. دابا شنو غندير؟ غادي نحاول او فيغ ميزور، انا كنخوي الزيت وانا كنضرب بالباتور حتى طلع ليا لا مايونيز. ما كاين مسهل من هاد المايونيز هادي. الوغ انا غادي نبدا حيت غادي يبدا الصوت، ما غاديش نهضر، غادي نبقى نزيد او فيغ ميزور شويه بشويه بشويه حتى نعقد المايونيز ديالي ونشوف هذه لا تيكستور ديالها الا بغيتها عاقده ولا بغيتها خفيفه. انا ما بغيتش الصراحه عاقده بزاف، غادي نديرها غير خفيفه. بسم الله. كي كتشوفوا البنات كي كتوصل لهذا النيفو، هذا كي كتوصل لهذا النيفو هذا كنزيد ليها انا هاد الكليه. سينو ما بغيتيش ديري كليه غادي تكملي على المخيط بالباتور حتى تعقد لك بالفوليوم اللي بغيتي انت ديري. وهذه هي لا مايونيز البنات، ها هي عاقله واجده بلا بيض بلا والو. انا راه بغيتها بهذا القوام هذا، ما هي جاريه ما هي عاقده، حيت هي كتجلس وكتزيد كتعقد. دونك بغيتي تزيدي تعقديها اكثر عقديها، ما ضربيها مزيان مزيان بالباتور الا بغيتي تخليها بهذا الشكل سي بون. انا دابا غنغطيها وغادي نديرها في الثلاجه حتى تبرد، غادي ندوزو باش غادي نكورو المخيمرات غيكونوا ديجا خمروا. العجينه البنات ها هي راه خمرات، دابا غادي نحاولوا نقطعوها خبيزات نديرها على أربعة. ندير شوية ديال الطحين وندير خبيز هكا كويويرات باش غادي نطلقهم ونطبعهم بلون فورت بياس. هنا البنات بديت كنطلق العجينة، درت شوية ديال الطحين وكنطلقها، ما تكونش رقيقة بزاف ما تكونش غليظة، كيكون في هاد السمك هذا شفتو.
غادي نشد قطعه بحال هكا ولا بحال هكا ولا كاس اللي بغيتي قطعي به. انا بغيت هذا الحجم هكا يكون متوسط، صغيرين شويه مي كيطيبو كيجيو يجيو حلوين. وغادي نديرهم في اللاطة. شو هاد العجينة اللي كتشيط ليا البنات نش معها هكا ونديرها تحت المنديل باش تسرخا لينا، وندوز عاوتاني ناخد خبيزة واحدة اخرى ونطلقها. كي كتشوف البنات هادو هما المخيمرات صغبتهم كاملين وراه خمروا، ودابا غادي ندوزو باش غادي نبداو الطياب ديالهم. راه كلهم تنفخوا البنات. بسم الله. كي كتشوفوا البنات غنحل معكم وحده، ها هما محلولين كلهم فشفشين من الداخل كي كتشوفوا. غادي نكمل على الطياب ديالهم كاملين، ما عرفتش واش كيبانوا لكم كيتنفخوا ولا لا، ها هما راه كلهم منفوخ. غادي نكمل الطياب ديال المخيمرات ديالي كاملين، ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نوجدوا الحشوه. الحشوه اللي غادي نشارك معاكم فريمون البنات سامبل بزاف بزاف، ما غاديش تصدعي راسك وبنينه. القضيه انها بنينه. غناخذ شويه ديال الطون، بالنسبه للكميات ديري اللي بغيتي، انا كندير غير شويه حيت حنا اسره غير صغيره ما كنكثرش، وهذا الشيء راه اصلا راه كثير علينا. المهم عندي هنا شويه ديال الطون، شويه ديال الكورنيشون، شويه ديال الخس، شويه ديال الفرماج، خيزويه محكوكه، شويه ديال هذا المايس، وعندي هنا البيض مسلوق. صافي هادو هما لي زانغغيديون. بغيتي تنقصي شي حاجه نقصيها، بغيتي تزيدي شي حاجه زيديها، مي هادو كيمشيو كيتواتاو مع بعضياتهم كيعطيو واحد الحشوه امبيكابل. غادي ناخذ لا مايونيز اللي وجدت معكم، ناخذ واحد شي كي دايره البنات، هانت قلت لكم راه غادي تعقد. غادي ناخذ على حسب القياس اللي بغيتي، انا نقدر ندير هنا جوج ديال المعالق ونخلط كلشي وندير مليحه وندير شويه ديال الابزار حيت الخضره كومين ما فيها حتى شي حاجه باش نطلعوا لوغو. وغادي نخلطو مزيان مزيان هادشي كامل، وغادي نبدا نعمر المخيمرات. هاهما بسم الله، عمريهم على الذوق ديالك، واش بغيتي كتير ولا غير شويه. تقدري هاد الحشوه تزيدي ليها الزيتون حتى هو كنديرو، غير دابا صراحه نسيت ما درتو فيه، كيجي حتى هو زوين. المهم هاد الحشوه غارونتي كطلع لك المخيمرات واعرين وفيهم الخضره. وغنكمل على هاد الشكل حتى نسالي المخيمرات كاملين، وغادي نتلاقاو ونوريكم كي قدمتهم. وهذه هي لا بريزونطاسيون اللي غنشارك معكم اليوم ديال ميني بتبوت معمر بهاد الحشوه البارده. فريمون كتجي بنينه وسهله كيف شفتوا، الطريقه فريمون سهله، وكتجي هكا محطوطه بهذا الشكل كتزين لينا الطويبله ديالنا ديال سيدنا رمضان. وهاد لا غوسيت ديال لا مايونيز فريمون بلا بيض كتجي فريمون ساهله ماهله اللي نقدروا نوجدوها في اقل من دقيقه. وخلاص الا زدتوها البنات هذيك الكيريه راه كترد لا مايونيز بلو كريموز وكتعطيها واحد الذوق زويون. نتمنى ان الوصفه اللي شاركت معكم اليوم تعجبكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير، وما تنساوش تتابعوني في الصفحه ديالي ديال الانستغرام، انا غنخلي لكم الاسم ديالها هنايا. سيغ سو غادي نقول لكم وقتاش وفين غادي نشوفكم طبعا في الفيديو المقبل بحول الله، ورمضان مبارك سعيد، الى اللقاء.